عدي الفنان لنفسه. شو 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 حلو حبيبي شو حلو علي الجيتار. عن جد؟ ما تتخلى عن أظافرها المشكلة هي. تخليت، قررت قرار نهائي أتعلم على الجيتار وصير بروفيشنال. كيف كيف؟ وريها بصباع، أمسك صباع أنتوري. قالت لي أعطيني شوية يعني كوردات حتى أتعلمها مع الأغاني. شوفي هذا واحد، اثنين تحته، هذا تحت. يعني نفس المي بس تحته بالضبط. أيوة شوفي. أوكي مرة حلو. ما شاء الله تعلمتها بأسرع وقت. شوف شوف هاي مي. هاي مي. صدمتني الصراحة، يعني أتوقع نهاية البرنامج هتخرج وهي متعلمة أقل شيء آلتين. بيسان أمس حلمت واليوم تبغى تحقق حلمها. البنت صدق ما عندها وقت. الحمد لله صار لي يومين الجيتار ما عم يفرقني، شاغل لي بالي 24 ساعة وبدي أتعلم عليه. أنت إيش متعلمة كوردات؟ أنا أعرف أشكالها، ما أعرف أسمعها. حلو. كردين. طيب. كردين. شوف أنا متعلمة هاد. لا هذا ما في كورس، ما في منه. هذا خرجتي. بحاول احسن من الشيء اللي هي قاعده تعمله، لانه بيسان لو اتمرست على الجيتار حيصير الجيتار هوايه حلوه عندها ومتعلمها. صح، بس اضغطي بصبعك. ايوه اصبع الخاتم اضغطي اكثر. يس بس حلو. شوف اوريكم الكوردين. لما شفت بدر وبيسان بيتعلموا حبيت اني اشارك معاهم ويعني اتعلم زياده يعني. طيب اغلب الاغاني تبدا بدا. عندها رتم احسن منك. انا احسن من بيسان اصلا. يعني انا انسانه ما يعني اذا حطيت براسي شغله لازم اسويها، يعني لازم اسويها. انا وياك نجمه بالسما وغيمه نسافر. لا تستعجل ما نرجع نعوف الكوكب وضيمة. الله، نكتفي بهذا القدر من هذه الأغنية لمدة أسبوع. الله يخليكي، أتعلمتها وقاعد غنيها سلو موشن وكل شوية. الأسبوع اللي بعده مش بس حتعلم بورت، حتعلم ثلاثة. أنت كيف تعلمت جيتار؟ يوتيوب. كان أخوي الكبير كان عنده، كان يعني هو مشتري جيتار، أعطاني هو هدية وأنت بلشت تتعلم. يس، فكنت مرة مبسوط. مين اللي فادني؟ يوتيوب، كله يوتيوب. بس يوتيوب؟ يس، لأنه إيش كنت أسوي؟ كنت أخش أتعلم أول شيء مرن يدي في تمارين اليد، بعد كده صرت أشوف الأغاني اللي أنا أحبها وأدور كورداتها وتتعلم كيف تعزفها. يس، أتعلم الكوردات حقتها. ماي لاف الجيتار.